هذا المنبر إذا جت هدية بكرة لك حيلان سوف نصادرها لا وهو والله. يسمع خلاص. أوه حقهم طاح هذا. تعالي تعالي ألعب أنا ونسيت الحين. هنا فوق فوق فوق. إي خلنا هنا. الله امسك امسك. على اللي أتحداك وين الزوج وين الزوجة؟ والله معش. شوف شوف الصفراء هذه بنت. دقيقة دقيقة اصبر اصبر. اصبر يا غبي اصبر. تبي تطيرها؟ اصبر لا. هلا لا 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 انت مهبول تطيرهن. لا صاحي تطيرهن خلوه حرمة تدبل تبدو. اهم شيء اللون الورد الاصفر. اوه اصبر 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 ابا اسنعت الحين بس اسمحي لي اخذ ورقها اللي هنا. بهو ورقة؟ لا والله بتنفك ذي. في ورقة هنا بس ليه ما في ورقة؟ انا شايف يمكن مثبتة على الورد. ها؟ لا في ورقة. ماه كماه خلنا نرتب المحكمة ها؟ شيلوا البث يا شباب ها؟ تراكم جميلين وبتستاهلون. خلاص سولفنا العصافير، اسمع. تخيل انك عصفور. تخيل كذا انك عصفور. كان اطير في السماء. الله يحفظك. اطير وين؟ في السماء. لا واذا عرست يحطونك بشبك. الله. زي كذا ولا يمديك لا تروح. كلام مكتوب عليه. يا لب. دقيقة خليني افسخ ساعتي هذه. الحمد لله جاء سبحة. مو منك مو منك لا تنقطع تكفى. انا جاب سبحتي جاب سبحتي جاب سبحتي. تكفى تكفى مصر انا طالع تكفى. مالك الا يكون فطر طيب. تكفى لا تنقطع سبحتي من فانزاتي العزيزين. اذا انقطعتي انا اسف والله. هذه ساعتي. امسك امسك السبحة هذه تستاهل. يلا امسك امسك مسلط. يلا هذا تقطع تبي تلعب تبي تفداك تفدا مو طينك. الله يسلمك. وهذه بعد سوارة تفداك. سوارة ايش؟ مو سوارة شو اسمه هذه؟ ميدالية. ميدالية مكتوب عليها اسمك حلان حطيتها في مفتاح موتري. حي حي تستاهل يا بعيد. كبك والله ما ادري. والخاتم اخذته؟ والكبك لا الكبك لا. الخاتم يا ريم يا شمري انت تدرين احنا يا شمر ما نلبس خوات. خلاص مدام انا تبى صدق مدام ما نلبس خواتم يفتحك تبى صدق. احنا والله ما نلبس خواتم بس انا لبست عشان الاسم. يا لبا والله قلبك. احنا ما نلبس. لو يدري ابوي اني لابس خاتم زعل علي. واذا زعل ابوي والله جد انا ترى ماني متعود يعني دايم البس خاتم. لا افتك يا بعيد عشان من تقوم تلقاني بصبعك تقول يوك حلو. ايه؟ الله يوفقه. تبي الصدق؟ ها الخواتم قبل ما كنت البسها. ايه؟ بس بين فتره وفتره صرت عندي خاتم كم معي يوم البزنس. جاك هديه؟ هي هو جاني هديه. اي خبر حتى خبر ما يعني حريص يعني مثل الناس اللي ما يطلع الا بخاتم. حتى اللي مهديك خبره صقيقي صقيق. الله يخليه لك يتربى بعزك. كلامي الطير هذا الحين ايش بسوي بها؟ هذا خله. ايش بسوي؟ رحنا. لا 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 ليه؟ ما ضربته. طيب اسمع ضربته هنا عشان يروح واحد هنا واحد هنا. الله الله شو تعزز لك؟ الله انا مشتاق اسولف لك وايد الماضي اللي راح مدام الحاضر اللي فيه احنا مهتنين به يا ابو علي صار لا من مرني كنا يستعجل بخطوته لجلي تعداني العين في شوفته لا مر من تنا يا جالي
يسكى علي قدام يجفاني يجفاني يجفاني. مصلط حلو مصلط سم الله يسمي مندوبك أبا أقول الله يسم الله يسلم الله يطول عمرك الله يسلم. أبا أسألك اسأل اسأل وتلقى الجواب. شوف الحين دقيقة خلنا عش ما دقيقة عش ما اسمع سالفتنا. لا 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 يعضك يعضك والله يعضك. لا لا ما يعضك ولا شيء. مو انا اللي عضك. الله من الطناخ براسك يا اخو. فك عليك سامع. لا لا خل هدي هدي خل خلنا حلقة. كان مجاني هدية كان يلا. هذه هديتي انا وياك كلنا. يا طير والضبط تدري بصابك هدي. يا وغد امسك امسك حرم سلام. بتحتسي انت وياه ترى ما دقت. بتحتسي انت ولا ما انت بحاتسي؟ بحاتسي بس خلنا نهدى. بحاتسي والله ما حاتسي. اسمع حرمتك امسكها. حت دام الحت. بحاتسي ولا ما تحاتسي ولا هذا وانا ذبحتك وكليتك اليوم. يلا كيد حرمتك ايش بتسوي بي؟ انت صاد على العصا هذه ما انت موي. انقطعت العصا هذه ولا شوف انقطعت والله والله انقطعت. تخيل اعطيني صادات تخيل ايش دخلني انا دخل الحمد لله. كيف انقطعت هلا صادف ابشر بالعوض والله يا ابو العوض موجود طال عمرك ما دوب ابشر بالعوض العوض موجود. طيب ليه كل سبحه كذا يا جيت جنبك بصل تنقطع؟ هو ادري انه مو عين طبيعي مو عين والله مو عين بس ليه ليه يقول ابشر بالعوض راسك اول كفو سم طال عمرك قد والله العوض انه انت والله العوض ان الله لا يوفق ادوك والله العوض جاك تسلم يا ابو العوض احمد العوض ما يحتاج. يقول شو يقول؟ يقول الطير ما ينفع بدي احط طير بس لازم يكون صقر. والله لو تحت سين مره ثانيه لا يقول ماني خلاص اي اسمع كوكو ما عيون كوكو انت عيون كوكو. يقول ماني بناقص ماني ركز ماني بناقص لا حبيب ولا خوي الله انا الذره اللي دون ظلي ناقصين إيه. هم خابرين اني على الصده قوي وانا عادني مثل ما هم خابرين. الله جيب خلنا نشتوي هنا شيل ودي خلنا نشوي هنا الحين كلام ايش رايك يا ابو كلام نشويهن نشويهن قسم بالله شوي لا يا يعني من عمره صغير البيطه هذه طيور بالعمر ست طيور كلش كنت طالع معانا بيطه صغيره راح تطير فوق الطير لا يوكل ولا يسوي. كنت والله لو تدري مش كنت اقلي فيه تضحكوا ايه ما تم ايش كنت اقلي فيه ايش تتوقعوا هو صغير يوم نتفه كنت طول عمره صغير طنه ثم طاح تقلي قلي اطبخ قلت كيف كنا نطبخ احنا طالعين كشت احنا وياه تعرفون علبة الفول؟ علبة الفول والفاصوليا. كم فاضي معنا؟ فهمتني كيف؟ نحط زين. نحط بعد ما نذبح يعني. أشهد بالله. بس ندكيه الحمد لله يعني ما نقصر. ما نحطه كذا. النت في طول عمره. النت في ريشة. أو شيء ندكيه على القبلة. حتى إحنا صغار نعرف. الله سمي بالله ونقول الله أكبر. لا بسم الله. طاهر. الوكادة طول عمره ونفكه. سمسم. قصة مع رقايبته. والنت في ريشة. لا. إيه كبر هذا لا نفسه. كبر أيام طيور وإحنا صغير صغار نصيد طيور بالمزارع كذا أيوه. الوكاد. ولا احنا صغير يستوي على طول حامه تبي شو نسوي فيه يا من احنا نمسكه ونشوي على النار كذا شوي بالولا والشوق جينا والفرح